لمسيه من مكتبة 2MP أستراليا. مكتبة 2MP أستراليا. نرجع لمتابعة المشوار الصباحي مع زميلنا بيدرو اللي كمان لحتى نتعرف من خلاله على غنية منسية من مكتبة راديو 2MP أستراليا. يعطيك العافية بيدرو، صباح الخير من جديد. كلود صباح الخير لك، مع تأس سيدني اليوم الماطر مع هالأجواء المميزة العتمية عبر هوانا. كمان اختيارنا اليوم كلود ضمن فقرة أغاني منسية كتير مميزة كلود، وما بيخفي عليك سر من أول ما بلشت أنا وياكي بهالفقرة كان حلمي لاقي أغنية لسفيرتنا إلى النجوم، وما عم نلاقي. كل ما منفتش بلاقيها كل أغنيتها عبر هوانا وكل أغنيتها مسموعة سيدي فيروز. نعم، هاي اليوم نهار مميز، تعتبر مثل جوهرة اليوم رح تكون معنا. مزبوط، رح تكون جوهرة معنا ببداية هالشهر المبارك المتمنى خير وبركة، شهر الإدي الشربل، شهر مارلياس، بأجواء الفرح اللي عم بعيشه بلدنا الحبيب لبنان، بلد فيروز والرحابنة وديع الصافي وصباح. من وجه تحية لكل أبناء جاليتنا اللبنانية اللي موجودين بأرض الوطن واللي عم بيساهموا بسياحته واللي عم بيبرموا كل المناطق. هذا لبنان اللي تعودنا عليه، هذا ثقافة الحياة كلود. نعم، هي بلد فيروز والرحابنة مثل ما ذكرنا. حبينا اليوم نواكبهم بأغنية من 1950، أول ما سجلت أغنيتها السيدة فيروز بقلب الإذاعة اللبنانية هيدي الأغنية، وأول ما التقت مع الموسيقار الكبير حليم الرومي اللي هو أطلق عليها اسم فيروز، هي اسمها نهاد حداد. حليم الرومي مثل ما بنعرف كنا سوا هو اللي سماها فيروز، التقى فيها بالإذاعة اللبنانية. وشي المميز كلود كمان والد الفنان الكبير الماجد الرومي، يعني كمان هون ماجد الرومي مزبوط، هو ابن كفر شيما، هو اللي حط ثقته بأيقونة لبنان السيدة فيروز، هو اللي أطلقها من الإذاعة اللبنانية من بعد ما كانت عم تشترك بالكورال بتجيل، يعني أغاني تحط صوتها كورال كانت فيروز مثل ما كلنا بنعرف. هو انتبه على صوته، عرف انه هيدا صوت ملائكي لازم انه ينفرد بأغنية خاصة، واجت هيدي الأغنية عاشق الورد. واو، يعني بعد شوي بهالمكتبة رح نكتشف أشياء جديدة، يمكن رح ترجعنا للحرب العالمية إذا بدك، الحروب العالمية. والله كلود ما بتقول مثل كلود في جواهر، مش هينة، في جواهر بقلب مكتبتنا كلود عن جد. والمفاجأة كلود هلأ، مش المفاجأة إنه سيدي فيروز عم تغني عاشق الورد، عم يشاركها بالغناء حليم الرومي. واو، يعني تخيلي هالديو بين حليم الرومي والسيدي فيروز من سنة 1950 عاشق الورد. بدنا ننزل هالفاينل، الفاينل صار بقلب المشين. يلا ومنعد أنا وياكي، واحد اثنين ثلاثة، عاشق الورد سفيرتنا إلى النجوم وحليم الرومي. يا وردي يا أحمر يا فتان
حلو يا عنبر للخلان، يا ورد يا أحمر يا فتان، يا حلو يا عنبر للخلان، يا عاشقين الوردي وردي 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 بلون الخد، يا شايل الأزهار يا بهجة الأنظار، يا شايل الأزهار يا بهجة الأنظار، انت تبيع الورد وحسنك ايد النار، يا مولد الخدود يا بايع الأزهار، منك زهور وورود ومني عطف وجود، إن كان ملكش نصيب يسعد هواك بحبيب، إن كان ملكش نصيب اشكي هواك للورد، الورد اصله الطبيب، يمكن يهوى يرحم شكواك، يمكن يهوى يرحم شكواك، وما تقولش لحد عن سر الورد، يا ورد يا جنة الولان قلبي بيحبك، انت سمير قلبي الحيران حنن لقلبك، عاشق غريب الدار والعشق زادني مرار، تايه في بحر الشوق والشوق بقلبي ضار، اشكي للبدر همومك واللي أساني بعدي واللي كواني هجري، واللي أساني بعدي واللي كواني هجري، واللي أساني بعدي واللي كواني هجري، دوايا دوايا كانت حيرانة، الشكوى كانت حيرانة، للورد راحت هيمانة والدمعة
للورد راحت هيمانة والدمعة سالت حرانة من هجر شوق وطول غياب انت امل روحي وانت منايا في الدنيا انت سبب قربك أمالي عيني أنت أمل روحي وأنت منايا في الدنيا أنت سبب نوحي قربك أمالي عيني يا بدي أقول لك تسلم إيديك بيترو على هالغنية اللي كتير حلوة لهيك كلود العالم أخذ ونسينا حالنا إذا بدك والله وأنا كمان مثلك لأنه باللهجة المصرية كمان حليم الرومي والسيدة فيروز عم بيغنوا هالأغنية يعني بوقت كان عمرها تقريبا سفيرتنا إلى النجوم بال 15 سنة هي مثل ما بتعرفي خلقاني بال 34 بعيد الاستقلال نعم. وهي الأغنية اجت بالخمسين يعني بالإذاعة اللبنانية تسجلت حبينا اليوم نشارك فيها مستمعينا ونشارك أبناء جاليتنا بهالأيقونة الكبيرة اللي بقيت لنا من هالوطن كلود وقت اللي بنحكي عن لبنان ما فينا إلا ما نحكي عن فيروز شو هالكلمات الحلوة يعني كنا هيك قديك ينتعب على الكلمة بريئة مزبوط كلمات بريئة وحليم الرومي يعني انه من الاصوات الرائعة كمان بالاضافة لالحانه اللي اغنت لمكتبتنا صحيح. بيعطي كبار الفنانين حليم الرومي اللي هو ابن كفرشيمة وهيدي هي السيدة فيروز اللي كلنا منحبها وكلنا منعشق لصوتها وما منشوف لبنان حلو الا على صوتها كلود على كل يعني بتمنى تكونوا استمتعتوا مستمعينا بهذه الفقرة الحلوة أغاني منسية وخاصة اليوم فيروز وبمشاركة حليم الرومي أكيد غنية عاشق الورد يلي فعلا من أجمل الأغاني مثل ما بلشت أنا اليوم هيك مثل جوهر اليوم رح يقدم لنا إياها زميلنا بيدرو من مكتبة راديو تؤمي ذكر كمان كلود هي من ألحان حليم الرومي وباللهجة المصرية كمان مثل ما عرفت
حبيبتي وتسجلت بالإذاعة اللبنانية، وهيدي كانت هديتنا لإلكن كلود. بتمنى لإلكن كلود بقية النهار مميزة، ولبلدنا الحبيب لبنان السلام والأمان، لأنه حلو هالوطن ينعم بالسلام كلود. نعم، هيدا شي اللي منأمله لبلدنا ولكل بقعة من بقاع الأرض يلي عم بتعاني نزاعات وحروب. يعطيك ألف عافية بيدرو، بدي أشكرك، وكمان إلى اللقاء نهار الأربعة صباح الأربعة كمان بيكون عنا محطة جديدة مع أغاني منسية دايما برفقة زميلنا بيدرو الحجي. أغاني منسية من مكتبة أستراليا. مكتبة مباشرة من سيدني أستراليا عبر موقع واحد مميز لبنان إن أستراليا ويب ديلي نيوز. أخبار العالم بين يديك بإدارة الإعلامي بدر الحجي.